كثير انه في حلم الاول انه ماما حلمت انه شافت في شجره عنب وخضرة كثير وبتجنن، وكانت ماما عم تقطف من هاي العنب. نعم. بس هاي الحلمه. وفي حلمه ثانيه ممكن احكيها؟ شو الحلمه الثانيه؟ الحلمه الثانيه انه انا كنت انا اختي اللي حلمنا فيها، مو انا هذيك. نعم. الحلمه مو انا حلمتها، ماما اللي حلمتها الاولى. طيب ما عليه. ثاني حلمه اللي حلمتها اختي انه انا وياها كنا في باص، وهي كانت مبسوطه كثير، وانا طول الوقت انا يعني ببوسها انه هي مبسوطه وانه ما بعرف طول الوقت انه انا ببوس فيها. طيب بس انت انسه انه انا وياها مبسوطين. انت انسه ولا متزوجه؟ لا انسه. وهي انا متزوجه، هي انسه. هي انسه. انا طول الوقت ببوس فيها مبسوطه وفرحانه وبنضحك وبطلع. طيب. ببوس فيها. انت مو سيئه. انت لك كم متزوجه؟ انا لي سنتين. عندك اولاد؟ ولد. طيب الأم تجني الحفيد الثاني إن شاء الله، في بجهة حفيد منك إن شاء الله مرة ثانية. وبالنسبة لأختك حاولي لا توقعي معها بخلافات ومشاكل، في مناسبة عندها جاية في القريب تحتفل فيها أو تسعدها، ولكن أنت الظاهر حصير بينك وبينها خلاف على نفس الموضوع، فحاولي أنت دائما اسمعي للمنطق، العقل المنطق. بارك الله فيك.